السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريان من قناتك المجدي. حاب أتكلم عن موضوع مرة مهم مهم مهم، إني راح أترك هذه القناة، لا هو مقلب ولا هو شيء من جد. ليش راح تترك هذه القناة؟ لأني خلاص راح أستمر على أوكي. راح تلقون اسم قناة في الديسكريبشن، اسمها ريان الفلوجز، فاتحها لي كم شهر بس نزلت فيها فيديوهات قليلة، نزلت فيها روتيني، نزلت فيها الزبدة، في بس فيديو واحد حق جيمينج، وها يعني ما بس حق روتيني صراحة تعبت عليه، ابدعت فيه كل شيء، روحوا شيكوا عليه. بس هي القناة اللي راح استمر عليها هي ريان فلوجز، راح تلقون اسمها في الديسكريبشن، روحوا هناك وابغاكم تسوون سبسكرايب، لان هي القناة اللي راح تستمر عليها. لو انك تتابع هذا الفيديو تابعوا علينا النهاية الى هنا عشان تعرف كل شيء، اني ما عاد راح انزل في هذه القناة، واذا اضطريت راح انزل. بس انت كنت نهاية الفيديو، اتمنى عجبكم، لا تنسوا اللايك.